نتكلم على الهدافين التاريخيين بداية، وقبل ما ندخل في القرعة والمواجهات المبكرة، أعتقد في كلاشات هتبقى من نار في البدايات. خليني أخد رأيكم إزاي أو بشكل عام البطولة السنة دي إيه اللي ممكن يكون فيها مختلف عن نسخ الأعوام الأخيرة؟ هبتدي بأستاذ محسن. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، البطولة هي دائما أبدا بتوفي بعهودها، يعني هي البطولة الأقوى على مستوى العالم كل سنة، يعني بعتبرها دائما إذا كان الدوري الإنجليزي أشبه بأن هو كأس عالم كل سنة، كذلك دوري أبطال أوروبا في وجهة نظري أفضل كمان من كأس العالم، لأنه هو خلاصة اللعيبة اللي في العالم. مظبوط، ما فيش بقى تقييد بقارات وكده، فاحنا الفرنساويين بيقولوا عليه كريم دو لا كريم، يعني نخبة اللعيبة موجودة في البطولة. بالظبط، ده المصطلح اللي اديها حقها، لأن هي البطولة الأعظم بصراحة في وجهة كتير من الأسماء الكبيرة دي بتغيب في بطولة كاس العالم. بالظبط، يعني لكن ممكن ما نشوفهاش في كاس العالم. انت مش هتلاقي مثلا صلاح في كاس العالم، هتلاقي هالاند مش، لكن دول موجودين. النخبه موجوده في دوري ابطال اوروبا، فعشان كده هي البطوله الاكثر امتاعا، يعني حتى خلاصه الدوريات كمان هي هي الافضل. بالنسبه للمجموعات مش فارقه كتير، لان هي حتى دايما ابدا بتلاقي المجموعات مش بالقوه قوي، يعني بتلاقي يعني طبعا بتلاقي حتى فيهم منافسه، يعني تحديدا بتلاقي فرقتين يتاهلوا ما فيش مشاكل، يعني بيبقى طبعا فرقتين كبار وفرقتين ممكن اقل شويه، بس في بعض الاوقات، لكن احيانا زي المجموعه الخمسه السنه دي اللي هي مجموعه برشلونه وبايرن ميونخ ومعاهم انتر ميلان وطبعا فيكتوريا بيلز، لكن في النهايه الثلاثه دول هيبقى من الظلم ان يروح منهم فريق يخرج من دور الابطال يروح طبعا الاوروبا ليج والاثنين يكملوا، لكن ايا كان كل المباريات بصراحه على اعلى مستوى. المجموعه دي طبعا اللي المجموعه الثالثه بايرن ميونخ وبرشلونه وانتر ميلان وفيكتوريا بيلز. طبعا ممكن نبتدي المجموعات من اولها كده، نشوف ترشيحاتكم، يعني نشوف القرعه اصفرت عن ايه، ونبتدي بجروب ايه. اياكس امستردام، ليفربول، نابولي، ورينجرز. الاربع فرق الحقيقه يعني باستثناء ليفربول يمكن اعلى شويه، لكن نابولي، اياكس، رينجرز مش فرق قليله. يعني على فكره المجموعه دي فخ، الناس ممكن تقول انها سهله، لان عندنا مثلا اياكس ده بطل الدوري الهولندي او العملاق الهولندي. نابولي فريق ليس بالسهل بصراحه في مدينه الجنوب الايطالي، يعني رينجرز ده اصلا الديربي التاريخي ما بين اسكتلندا وانجلترا، يعني ديربي بريطاني، فعشان كده هتلاقيه صعب شويه على ليفربول. حساسيه شويه في رينجرز وليفربول. بالظبط، فعشان كده المجموعه تبدو سهله، لكن هي بصراحه يعني ماتشاتها هتبقى فيها قويه جدا. بالظبط. مين يا روخا؟ مين ليفربول اكيد حاجز الصداره. ليفربول رغم بداياته لا هيحجز الصداره بسهوله. نابولي واياكس في مشكله كبيره ان هم فرطوا في نجوم كبار ولسه لحد دلوقتي تعويضهم ما كانش على المستوى، خصوصا اياكس لما باع انتوني. بيتكلم في، قلت لك السنه فاتت انتوني ده لعيب كبير كبير جدا، لعيب كبير 100 مليون، بيتهيألي جزء من حل معضله يونايتد هيكون انتوني. طبعا فانا مرشح رينجرز ممكن تعمل مفاجاه في المجموعه دي، لان اليوم الاخير لو اياكس ونابولي ما عوضوش، لان فابيان رويز كمان مشي من نابولي، فنابولي فيه ثغرات كتيره ومارتينيز، فيه لعيبه كتيره مشيت، فانت بتتكلم ان رينجرز ممكن تحقق المفاجاه في المجموعه دي. انا اعتقد ان رينجرز، يعني انت ترشح ليفربول ورينجرز. ليفربول، وممكن يعني شايف ان اياكس ما بين اياكس ونابولي رينجرز، يعني رينجرز ممكن يكون في وجهه نظر. نروح للمجموعه بي، بورتو البرتغالي، اتلتيكو مدريد الاسباني، ليفركوزن الالماني، وكلاب روج البلجيكي. مجموعه متوازنه تماما صراحه، يعني اعتقد برضو ممكن تميل الى حد ما لصالح اتلتيكو مدريد طبعا. وممكن يبقى معاه، يعني هيبقى صعب شويه، بس ممكن يكون بورتو اقرب شويه من الاثنين التانيين. تمام، اتلتيكو بورتو. اتلتيكو بورتو. جروب سي، لا ضرب نار ضرب نار. بصوا ماتشات المجموعه دي يعني كانها ادوار اقصائيه. فيكتوريا بيلز، لا بالظبط، انا كنت لسه اقول لك المؤكد فعلا فيكتوريا بيلز في الرابع، يعني في المؤخره ده الوحيد المؤكد. دي حاجه غير كده في علم الجيم صعب جدا. طبعا اكيد بلا شك طبعا الترشيحات الاقوى في صالح البايرن والبارسا، لكن ما نقدرش نتجاهل الانتر طبعا، فريق قوي حامل لقب الدوري الايطالي مش الموسم الاخير، الموسم اللي قبليه، وبينافس وكان بينافس بقوه على كاليتشو في الموسم الاخير، والسنه دي برده كانت بدايته يعني فيها، لكن في النهايه ممكن يقدر يستفيد من تعثرات التاني. وبيتهيألي الفرق الكبيره اللي هي عندها شخصيه البطل ممكن تبقى في الدوري مش احسن حاجه، زي ليفربول، زي تشامبيونز ليج. لكن طبعا يعني الكفه ارجح، خلينا نقول ان احنا هنستمتع بمواجهتين بايرن وبرشلونه. طبعا يعني يمكن برشلونه كانت تتمنى تتاح الفرصه للانتقام في قريبه على الاقل، حتى اعتقد ان لو جه بايرن وبرشلونه مثلا في دور 8
او في نص نهائي كان ممكن تشافي ايه الموضوع يبقى بالنسبه له. الصفقات الجديده دخلت في المود، برشلونه بقى ليه اسلوب لعب واضح، لكن انت تلعبهم في دور المجموعات هتبقى صعبه شويه على تشافي. فبالنسبه لي انا متحمس جدا اشوف مواجهات البايرن وبرشلونه، هما الاثنين هيتاهلوا. الثمانيه مش منسيه الثمانيه، والسنه اللي فاتت ذهابا ايابا بايرن ميونخ قدر يهزم برشلونه بثلاثيه في الكامب نو وثلاثيه في برشلونه السنه دي زارينا. برشلونه السنه دي جدا انا مختلف جدا بمشروع تشافي بصراحه، ومتابع برشلونه من بدايه الموسم. بس مهما كانت قدرات تشافي بتهيأ لي من غير الميركاتو العالمي اللي عمله البارسا، اللي عمله لابورتا السنه دي، لم يكن افضل لم يكن لبرشلونه انه يرجع مره ثانيه للمشهد والصوره. طبعا خلينا نشيد في الميركاتو برشلونه بماتيو الماني. الماني ده كان مدير رياضي لفالنسيا في فتره، حتى لما مشي فالنسيا طبعا في انحدار دلوقتي، برشلونه استفاد جدا من خبراته. اعتقد ان هو كان حاسم الصفقات بدري جدا، لان برشلونه من اكتر الانديه او من الانديه المبكره جدا في حسم الصفقات. الاهداف معروفه، ليفاندوفسكي، احنا عايزين ليفاندوفسكي، عايزين رافينيا، عايزين كريستيانسن، وكيسي صفقات. هو عندهم خط هجوم ناري دلوقتي يا فاروق جدا. انت في اللعيبه بره اصلا التشكيله الاحتياطي لبرشلونه بتتكلم موجود. انسو فاتي لاعب من افضل اللعيبه الموهوبين اللي صاعدين على مستوى العالم دلوقتي، مش لاقي مكان بسبب وجود عثمان ديمبلي ورافينيا. عثمان ديمبلي السنه دي برده قوي جدا يعني غير المواسم اللي فاتت، وجاله لعيبه اعتقد زودوا المنافسه جدا في برشلونه، سواء رافينيا لعيب جناح طبعًا عظيم 70 مليون تعاقد معاه، ليفاندوفسكي اضاف الحته اللي كانت ناقصه برشلونه الموسم اللي فات، لان مع احترامي لمستوى اوباميانج ومنفس ديباي، لكن وجود ليفاندوفسكي في حد ذاته في اي مباراه شفنا ضد بلد الوليد بيسجل هدفين، منهم هدف بالكعب وهدف ثاني انا شايفه بيلخص كل تحركات المهاجم. الهدف الاول ليفاندوفسكي العرضيه اتلعبت ازاي في منطقه مش سهله، وجوده خلف المدافع تحرك مساهم. لعيب.